هل يمكن طرد السموم عن طريق نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم؟ الحقيقة أن جسم الإنسان قادر على طرد السموم من تلقاء نفسه دون التدخل بأي طريقة كان. كيف تتم عملية طرد السموم في جسم الإنسان الطبيعي؟ الأمعاء الغليظة تتم بعملية الإخراج. الكلى تتم بفلترة الدم من السموم والفضلات. الكبد تتم بتكسير السموم بالجسم ليتم تصفيتها من الدم. الرئة تتم بطرد ثاني أكسيد الكربون. الغدد العرقية وتتم بإفراز السوائل الزائدة والأملاح. نقع القدمين بالماء الساخن مع الخل وبيكربونات الصوديوم ليس له علاقة بطرد السموم. تمنياتنا لكم الصحة والعافية.